ومن الموطن الصغير نرود الأرض نذري في كل شط قرانا نتحدى الدنيا شعوبا وأمصارا ونبني أن نشأ لبنانا ومن إذاعة صوت لبنان حكاية الانتشار اللبناني من 40 سنة خارج لبنان ولكن القلب بقي بإهدن أول محطة هجرة له كانت إلى البرازيل لمدة ثلاث سنوات وثاني محطة أديلايد أستراليا الأستاذ جو كرم معنا باستوديو ليخبرنا حلو مر الغربة وكيف عم يتحضروا المنتشرين أبناء إهدن للمشاركة بتطويب البطريرك أستفان الدويهي المشاهدين والمستمعين فيكن تابعونا بالصوت والصورة عبر ال دوت مي ومواقعنا على التواصل الاجتماعي Voice of لبنان خمسة استاذ جو كرم برحب فيك معنا اليوم باستديوهات صوت لبنان من استراليا الى لبنان اهدن وباقي بلبنان الى تطويب البطريرك اسطفان آه. دويهي آه. وهون بحب اقول انه اللقاء وتعرفنا عليك كان يوم رحله الحج الى اهدن مع الاب بولس أزي رحله الحج للاعلاميين وشاءت الصدف انه نلتقي خبرنا كيف عم تتحضروا كمنتشرين لهالحدث الكبير يلي بده يصير بإهدن أكيد أكيد أول شيء بدي أتشكرك على استضافتي بهالبروجرام الحلو والمهم أو يعني نحن ناطرين هالانتشار آه والتواصل اللي عم تقومي في حضرتك من خلال البرنامج كمان كتير مهم للمستقبل الاستمراري التواصل كتير مهم بين الانتشار ولبنان وبدنا نشكرك على الجهد اهلا وسهلا فيك انبسطت كثير تعرفت عليك كمان بهالمناسبه القيمه يعني مناسبه البطرك بسموه البطرك العتيد انا بدي اسميه البطرك الفريد لانه فعلا فريد من نوعه اذا بنقرا شو كتب وشو عمل وكيف اشتغل وكيف نكح كل هالشرتونيات بسمون بالكنيسة وضبط هوية الكنيسة المارونية شيء في قدرة إلهية ما بعتقد انا انسان عادي مهما كان وهالسبب يمكن هلا ربنا عم بكافيه ويحطوا على مذبح القداسه على مذبح الوطن وعلى مذبح لبنان وشغله مهمه كثير يعني نحن كثير منتظرين الانتشار يجي انا مني وعلي اولادي جايين وكل شيء ناس بعرفها كمان جايين لانه حدث كثير مهم اي نعم في كثير ناطرين الاستقرار والامن ليقرروا يجوا هيدي هي بالفعل صعب كثير هيدي لانه حتى ولادي يعني مترددين بس انا قلت لهم اتكلوا على الله معلش آه نحن جينا مشي تقريبا 40 يوم من استراليا كان في كمان آه اذا بدك هالشعور بالخوف انه بصير شيء يصير حرب شامله بالمنطقه كذا فجينا كتر خير ما في شيء الحمد لله ماشي الحال اكيد وحسيت حسيت انه الحياه طبيعيه يعني بتحسي الاصداء إيه. او الاخبار يلي بتوصل للخارج م. عم توصل شوي سلبيه ايه اكيد 100% انا بدي كمان اعقب على الموضوع وبدي اتمنى على كل الاعلام في لبنان انه يكون حذر نوعا ما لانه هذا بياثر كثير على الاقتصاد اللبناني بيأثر على رؤية أهلنا بيأثر على شوفة أولادنا يلي هني برا بيأثر على كتير إشياء وبيأثر علينا تنجي وندعم هالوطن اقتصاديا لأنه كتير في لبنان كله سوا هو موسمي إذا بتهبي موسم موسم سياحي نحن إذا بيبطل السياحة تجي لعنا من لبنانيين الأصليين والمتشيرين بيتعب لبنان بنتعب بيتعبوا كلنا هون كلنا بيتعبوا فبدنا نخفف شوي قد ما فينا ونكون ايجابيين اذا فينا قدر المستطاع يعني خاصه يعني مثل ما عم بتقول انه على ارض الواقع لمست نوعا ما صوره مغايرة عن الصوره اللي عم توفن. اكيد اكيد حتى امبارح حكيت مع شاب صاحبي بادلين عم بيقول لي عمي بعدنا ناطرين هالحرب بيقولوا بدها تيجي الحرب وانت صار هلا 40 يوم ما صار شيء بتم مبسوط باهدن <applause> عم يحسدوك انه جيت بكير عم يحسدوني <applause> و... واخذت هيدي المبادره <applause> صحيح صحيح هلا هو الاحتفال الاساسي للتطويب رح يكون ب 2 نعم. اب نهار صح. الجمعه صحيح. بعتقد 8 ونص بكركي صحيح. ولكن اهدن عم بتحضر ايضا لاحتفال صح. كمان كبير 3 اب 3 اب عندك تفاصيله عندك كيف رح يصير اكيد في القداس كمان قالوا لي رح يترقصوا غبطه ابينا البطريرك نعم. ب بي... اكيد بقى الله وانه باذن يعني ما يعني تستاهل اذن تستاهل وكمان بقت البروجرام مليان مليان كثير الحمد لله ومحمد نحضر له كنا عم نحضر له ايدينا متشابكه ببعضنا لهالحدث لا الكبير لإهدن يعني هذا للبنان مش بس لأهل يعني معلش فيه. ف متشجعين كثير ان شاء الله الله يوفقنا ونكون عند حسن ظن كل اللبنانيين اللي حجوا لفوق على إهدن تشوفوا هالمناسبه المميزه يعني وحسب ما عرفنا انه عم تتحضر إهدن لترشيحها لتكون للعام 2025 من بين اجمل الكرة والبلدات بالعالم اكيد هيدي عرفنا فيها انه في ملف عم ينشغل صحيح. عليه كيف طلعت دوما بالامس من بين اجمل البلدات للعام 2023 رح تكون للعام 2024 يمكن إهد. ان شاء الله ان شاء الله يكون نصيبنا نحن علينا نشتغل يعني انا كثير كنت بلجنه السياحه باهدن انا بمرحله من المراحل وكنت دائما وصيه انه اذا في حدا اجى سالك وين بيوصل لمحل فلان من وين بيروحوا على مطعم فلان انت خده وقول له الحقني ومشي وانا بمشي قدامك تخلي الانسان بيجي يزور اهدن يقول شو هالعالم هذي، شو هال شو هالترتيب المضيافين شو هالمضيافين شو هالمهتمين بال اكيد هيدي كنت عطول انا حط ملاحظه عليه حريص عليها حريصة كنت حريص عليها طبعا لانه كثير مهمه وقت تكون انسان ضايع بمحل ما بضيعه ما بيجي حدا بينقذه بيقول له خلص انا بوصلك ما تعتلم، ايش بدك احلى من هيك؟ حلوه مهمه وعلى صغيره ما لها كثير يعني بس لا لا اهميتها يعني أهمية نعم. عم بتساعده انه ما يضيع ابدا ويوصل على الشيء اللي عم بيسال عنه ابدا قديه اليوم ما زال فتحنا هيدا المجال رح نرجع نبدا بحكايه نعم. الهجره استاذ جو كرم قديه بيساعد اليوم انه نكون عم نفرجي كورانا وندل السائح وين لازم يزور بهيدي الكره قديه لازم يكون في اشياء نرشد فيها السائح كيف لازم يزور هالبلد البيت. ايه هلا هيدي بحكينا كمان فيها هيدي مهمة كثير بس نحن برايي كان انه نحط اشياء بالاوتيلات بلبنان مثلا ببيروت اعتبري يعني عم نحكي عن الكورة ما عم نحكي م. عن العاصمة يعني كان من المفترض انه نحن نعمل بينفلت اذا بتحبي او بروشير يعني بنحطها بالاوتيلات عن الاماكن المهمة بكل ضيعة ما نكون يعني والارجين هالوجه الحلو بالضيع هالاثار الموجوده بالضيع عنا اثار هائله جدا فوق بتعرفي حضرتك يعني وبغير ضيع يعني هيدي مهمه وهيدي بتساعد كل اي انسان حتى يجي على لبنان مش لبناني يشوف هالمناظر وهلا بخبر خبري بتجنن جبت معي شخص ايطالي شريكي باستراليا بادلين لزياره على لبنان راح من هون قال لي انا بدي افتح مكتب بس تو لبنان انا ما بعرف ليش العالم ايش عم تعمل ما عم تجي على لبنان الاستقرار مثل ما حكينا من شوي مهم كتير وانا بحب انه المعنيين يعرفوا قديش قيمه لبنان كمنظر احنا بيرمين العالم كله بنعرف رايحين جايين صدقيني نرجع على المقلع اللي طلعنا منه هذا هو الجمال والنسيم الحلو والهواء الحلو والبيئه الحلو برضو عم بتكونوا سفرة يعني تحكي عن اهدن وعن لبنان وعن بيروت قدام اصحابك ويجوا يزوروا لبنان هيدا معناتها كل منتشر عم بيكون سفير بالبلد برافو المضيف برافو انا بدي هنيكي باي هلا على اكيد وزير السياحة قدم لك تستاهلية فعلا كوني سفيرة للانتشار كثير للسياحة من... الدينية نعم للسياحة الدينية <applause> نعم. استاذ جو كرم بدي ارجع لبداية هجرتك من أكثر من 40 سنة صحيح. المحطة الأولى كانت البرازيل نعم. آه ليه وقع الخيار يوم على البرازيل؟ صحيح بالمبدأ بال 81 كان خيي الكبير طلع على البرازيل من ورا الحرب الاهليه طبعا ما كان في افق بقى لعنا انا كنت عم بدرس بالباك سنتر وراح وصارت الحرب الاهليه وما في محل تاني الفيز على مناطق تانية غير البرازيل كانت صعبه المنال جدا وكان عندنا نحن قريبين خالي وخالتي وكانت آه بقى سهله انه نقدر ناخذ فيزا على البرازيل طلعنا على البرازيل طلع خيي قبل مني بسنه وانا لحقته هو ب 80 انا بال طبعا طلعنا بحسرة وزعل على الحرب الأهلية اللي دمرت كل شيء وراها وما تركت لنا أفق تنقول إنه نحن نقدر ننجح بهالبلد أو نكفي كانت البرازيل هي الباب المفتوح الملجأ الملجأ وكان الأسهل تنحكي مظبوط يعني بس بعيدة 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 بس استراليا كمان بعيدة بس البرازيل حلوة كتير حلوة كتير شعبها طيب حلو البرازيل بس يمكن ما بتعرفي يمكن بتعرفي البرازيل فيها فوق العشرة مليون من اصل لبناني يعني مش هينه و... أكتر من اللبنانيه بالبلد المو... الوطن الام ايه اكثر بعدين مراكزهم بال... بالسياسيه الاجتماعيه الاكاديميه ما فيني خبر كتير حلوه البرازيل افتحنا هونيك مطعم انا وخيي مطعم لبناني وسميناه كرم كان مشهور كتير كان يطلع على الجرايد تقريبا كل يوم لانه برازيليا هي عاصمه البرازيل مع انها صغيره بس بتحوي كل السفارات الموجوده بالعالم بهالضيعه برازيليا اسمها هي العاصمه لانه كل السفارات فيها فكان في سفرات عربيه كثير والبرازيلي بطبعه بيحب الاكل اللبناني كثير 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 اكثر ما بتصور يمكن اكثر شخص بيحب الاكل اللبناني هو البرازيلي البرازيلية بقى هجموا على المطعم وكان المطعم مرتب كثير وسفرة وتعرفنا على وزراء يعني عملنا عملنا نقلة نوعية بالمطعم تبعنا كتير حلو كان ما في بأدل... سوري ببرازيليا بهالمستوى إذا بتحبي لأنو لأنه خالتي كانت هونيك كانت طباخة مشهورة كمان فاجت معنا على الطبخ وعرفوا انه ماريا كعوي هي بدها تطبخ بهذا المطعم اسمها كثير لهالقد فما كان في محلات يعني تانية. نقلتوا المطبخ الاهدني اللبناني أه الى البرازيل الكبه صغير سيوي إيه نعم الكبه الكبه راس على اشكال إيه. كثير كثير انبسطنا ونجح الشغل كثير معنا وبعدين بعد ثلاث سنين اه انا حسيت انه لازم نشوف محل تاني واختي كانت باستراليا باهية الله يوجهها الخير وسهري وطلبوني تروح هولداي الى عندهم نرتاح شوي رحت وضليت باستراليا وقصه هريسه اللوز كيف بلشوا البرازيليه إيه. شو نقلوا معهم اللبنانيه <applause> الى البرازيل؟ إيه. بتذكر جدي جدي عاش عمر طويل 95 سنه هالخبريه يعني مخبرني اياها انا كنت يمكن لسه ما سافرت على البرازيل يعني عم نحكي يمكن مشي خمسة 45 سنه انا حافظ هالخبريه من جدي بيقول لي وقت راح خالو على البرازيل خالو صار من اكبر اغنياء باللبنانيه بالبرازيل، اسمه حتى يعني شيء ب... كثير مهم. قال لي وقت اللي راح هو امه كانت امه تعمل له صينيه هريستلوز وتقصها قطع هي مشهورين فيها ب ايه ريستلوز نحن في في ناس بتسميها غير اسماء مثلا في النموره بيسموها او شيء ب... اه هي مثل النموره يعني ايوه ايوه م. فيروح على بعد القداس ياخذ الصينيه يقعد على الباب تقريبا ويصير يبيع بهال اللوز يخلصها وياخذ حقها وياخذها لعند امه كان عمره سبع من سنين يعني هذا الزلمه هو ذاته هذا من اكبر اغنياء البرازيل اليوم على الاطلاق شوفي من هريست اللوز قدام الكنيسه وين وصل؟ وين وصل؟ اولاده شوفي هلا لو توفى من زمان بس ابنه جيلبرتو سالمون بعده طيب عنده كذا سنترز ببرازيليا ونحن فتحنا المحل اصلا عنده بالملك عنده بالسنتر تبعه وهو لنا اياه بتفتحوا المحل هون وانا ما بدي منك شيء انا قد ما بحب لبنان بس ما ما اجى على لبنان ولا مره حرام ما زار لبنان ما قد زار لبنان كتار ابناء اهدن بالبرازيل ايه ايه كثار كثير اي نعم اكيد في جيل كثير كبير بس ببرازيليا مش عند سان باولو اكيد سان باولو هي اذا بدك مثل سيدني، سان باولو عم تحكي 37 مليون نسمه بالسيتي يعني اكثر راحوا على برازيليا الاهدنيه وصغرتي لا لا آه. اكثر اي برازيليا لا برازيليا كانوا اقل, أقل. اكثر ساو باولو اكثر ساو باولو نعم. وين ايضا انتشروا غير البزيلي. ريو دي جانيرو كمان آه بيل أوريزونت يعني آه. بمينا جيرايز بسموها آه لبناني هنيك مش معقول شو عن غير نفسي. البرازيل ايضا قبل ما ننقل على هجرتك على استراليا وين انتشروا اهالي اهدن وزغرتا؟ اهدن راحوا على فنزويلا فنزويلا غير البرازيل اي نعم امريكا اقل شيء بقول انا بس البرازيل كانت البرازيل كل كان عمرها في صيغه ما بعرف هجرة قديمة كمان هجرة قديمة ايه وبقيه هونيك يمكن إيه؟ و صار في اكثر من جيل بتحسي إيه؟ يمكن لان الهجرة قديمة بتحسي انه هال اذا بدك هالتواصل اللي كان بينهم ايام اجدادنا يعني خلينا يضل في عندنا هالشغف للبرازيل حتى بالفوتبول وقت تكون عم تلعب بالبرازيل يعني اكثر ايه بهون بلبنان بهايسو بهاي بهاي للبرازيل ايه فبعدين فنزويلا بعتد شوي امريكا بعدين استراليا بعتد استراليا من آآ اكيد آآ يعني من الاماكن الاساسيه للبنانيين اللي هاجروا عليها من فوق ال 120 سنه 130 سنه كمان جو كرم وصلت على استراليا نعم. حبيت استراليا اكثر من البرازيل؟ أه... سؤال صعب صحيح بس ما... ما... لكن في في فرق البرازيل فيها حياه فيها سوشيال لايف يعني اذا بدك حياه اجتماعيه اجتماعيه قريبه على لبنان نوعا ما استراليا بين اصل الحياة الاجتماعية بس استراليا فيها أشياء كتير منيحة بالرزين ما أنا موجود فيها يعني it's hard to pick. يعني صعب كتير تنقي بين اثنين حسب أنت شو بدك بس استراليا تفضلي كيف بلشت باستراليا؟ أي اختك قلت لي وصلت صحيح. كانت اختك موجوده صحيح, صحيح موجوده صحيح موجوده هلا انا رحت على البرازيل وفتحنا المطعم كانت خالتي معنا تعلمت شوية طبخ انا رايح أس... ولد عمري 18 سنه يعني ما ما بعرف شيء ولا عرفت كيف انه كانت جيل حرب نحن عشنا 75 وما بعدها ف بالبرازيل تعلمت شوية طبخ أنا من عمتي من خالتي وشفت كيف تشتغل وكيف تتصرف ورحت على أستراليا عند أختي كان عندن ال... مثل ديليكاتيسن بسموه ميلك بار يعني مثل ديلي ب... نوع من باتيسري بس نوع ميني ماركت بتقول ميني ماركت يعني فيها <applause> اي شيء من هالنوع أو... عشت مع هناك حبيت استراليا وحبيت الجو وخصوصا اختي يعني وسهري وحبيت ساعدهم انا كان عندي خبره بالاكل وهني كانوا عم يشتغلوا فتنا بهيك شغل سوا والحمد لله من بعدها هني اجوا على لبنان على اساس بدنا يسكنوا بلبنان يعني ما فيني خبرك شو هال شو هالتعلق بلبنان من المنتشر انا بتاسف انه ما بيعرفوا اللبنانيه قديش نحنا هونيك قلبنا معهم ما بعرف اذا بيعرفوا فعلا انا قلتها بالمقدمه <applause> من خلال التحضير للحلقه حسيت فعليا قديش معلق بلبنان قد قديه حريص ترجع ويرجع اولادك يعيشوا بلبنان بتمنى اكيد بتصدقيني بس كل المهاجرين هيك المنتشرين كلهم خصوصا يمكن الشمالية أكثر شيء لأنه ما بعرف القلب على الشمال يمكن ما بعرف بص... <applause> تأقلمت تأقلمت بس تأقلمت يمكن لأنه كانت خالتك بالبرازيل وأختك بأستراليا إيه تأقلمت لكن احنا حلوين بالتأقلم نحن اللبنانيين منحدرين مم. متحدرين من من طبقة من جينات مش هينة يعني إذا بنجي من بنقرأ بالتاريخ عن إذا بدك كل الانتدابات اللي اجت على لبنان كيف اتاقلمنا مع كيف اللبناني بيقدر يحكي هاللغات ويتقن اللغه بالسرعه الهائله اللي بيتقنها، كيف بيقدر يحفظ اللغه بسرعه ثلاثة اربع خمسة لغات بتشوفي هلا عم نحكي عن عن مثلا الصهيوني الكرمي يترجم الانجيل لسبع لغات هو فرد شخص ما حدا بالعالم عملها، نحن عندنا جيناتنا بصراحه نقدر نتاقلم فتأكلمت، إيه بالبرازيل وتأكلمت بأستراليا، كانه عم بسمع منك سر تميز اللبناني اتقان اللغات، اللغات بيسهلوا عليه التواصل طبعاً مع كل الجاليات يلي حوله طبعا اكيد اكيد لانه هلا هلا باستراليا في قانون جديد ما بقى فيك تفوتي على استراليا اذا ما بتحكي اللغه الانجليزيه مثلا يعني اذا بدك تقدمي هجره طالب هجره ما فيك بدك تكوني بتحكي اللغه ما بقى يقبلوا حدا ما بيحكي اللغه فانا نحن كان سهل علينا كثير نحن بنقدر دغري نحكي اللغة الإنجليزية لأنه البيس تبعنا الجرام ماري إذا بتحبي هي فرنساوية والفرنساوية أصلا هي لغة بتساعد. لكل اللغات بتساعد, بتساعد على على إيه. أكيد بتساعد طبعا اللغات الأخرى إيه معلوم معلوم أولادك بيحبوا لبنان معلقين بلبنان بيحكوا اللغة العربية إيه طبعا لكن ولادي بيحكوا اللغة العربية أصلا شب من شبابي التاني جوي آه على اسمي يعني إجا آه قعد ست سنين هون عملنا له محل هون مطعم بيهدم. وبيحب هو من اصله بيحب لبنان ما فيني يخبرك قديش معلق بلبنان بيختلف عن نجيب الكبير بهالشغله بس نجيب كثير بيحبهم كمان بس مش قد جوي جوي بيحب عيشه اللبنانيه كيف مش سهلة انه خلقوا باستراليا ويحبوا لبنان مش سهلة ابدا لا بس هن شافوا نحن التعاطي مع اخواتنا بلبنان بالبطن مع امنا وبينا قديش بندير بين عليهم قديش بنطلع عليهم قديش بنساعدهم اخواتنا كلن هون حسوا انه في شيء في هالعاطفه يلي هي ما عم يقدروا يفهموها بدنا نروح نشوف شو الناس هول انتو كيف خلقانين كيف يمكن رأينا. وسائل التواصل سهلت, سهلت, سهلت عليكم هيدا آه. الموضوع طبعا سهلت كثير ايه كثير وما شوي بشو اكثر شيء برع اللبناني وتميز باستراليا وتحديدا بادلايد بصراحه اللبناني انا برايي مثل ما حكينا اللبناني آه بيتميز كتير لانه وين ما حطيتيه اللبناني بينجح باي حال كان بس انا بعتقد ان المطبخ المطبخ مهم كثير آه وكلن وكلهم حس الطبخ وكلهم بيع بيعرفوا انك بعدين في ذوق في ذوق وفي نفس بعدين المطبخ اذا بنرجع للمؤرخ فؤاد فريم البستاني اكيد بتعرفيه وقت حكي ربط المطبخ بتاريخ الامم يعني اليوم وقت الحكي عن لبنان ومن كم من البطاطا كم نحن صحن بنعمل من الكبه كم صحن بنعمل هذا بدل عن تاريخ الاف السنين بتروحي على بلدان جديده شو مطبخ شو عندهم يعني ربط المطبخ بال اذا بدك بالحضاره الشعب وتاريخها يعني هلا اليوم نحنا ناجحين كثير بالاكل ما فيش حدا لبناني بس بيفوت لعندك الاسترالي بتعمل شغلة انت على البسيط يعني بجن يعني شو هيدي؟ كيف عم فيك تعطيني <applause> يعني نجحوا الأكل كثير ونجحوا بالحقول الثانيه كمان لانه قدروا قدروا اثبتوا عن جدارتهم لما بيكون عندهم الافق مفتوح الحلو باستراليا انه هي فتحت مثل الام اللي فتحت ايديها لألنا وقالت تفضلوا شو بدكم انت تكون؟ ونحن على طول وفيين لاستراليا استراليا بالنسبه لي ما في يعني وفي لها جدا جدا انا وبحبها كثير شو اعطتك؟ اعطتني ترانكويلتي اذا بتحبي السكينه، الهدوء، اعطتني المستقبل، اعطتني ولادي خلقوا كلن هونيك اعطتني كل الادفانتج، كل شيء انا بحب يكون عندي اعطتني حاولت تقارن؟ كان في شي مقارنة بين استراليا ولبنان؟ أوجه شبه أوجه اختلاف؟ يا ريت مثلا لبنان بيصير مثل استراليا بهيدا الشيء أنا بتذكر مرة عملت خطاب كنا بي أنا كنت بالجامعة اللبنانية، عملت خطاب و جامعة لبنانية ثقافية بالعالم ثقافية بالعالم، حكيت بتذكر بالخطاب قلت أنا وقتها إذا إيفوي إذا بنشيل الأحسن من لبنان والأحسن من استراليا وندمجهم ببعضهم بيطلع عنا كيميستري مش معقوله بالعالم فعلا لا فيك في... الاستراليه عندهم اشياء كثير حلوه مثل اول شيء طيبين آه بيحبوا يساعدوا الانسان اذا عملتي غلطه مش خلصت الدنيا آه انا عندي مطاعم بتعرفي بشتغل انا بالمطاعم يعني ب... مطاعم بالضيافه وال ضيافه وعندك ب... بي ار يعني ببليك ريشن كثير انت والناس يعني وتعاطي مع الناس دايم اعتبري انه مثلا انت غلطتي غلطه بالاكله، انه ما بشي يا لطيف خربت الدنيا كذا بيجي هو بده يعتذر منك. اه بقول لك سوري معلش اذا قلت لك انا بس عم اقول لك اياها ككونستراكتيف كريتيسيزم اذا بتحبي يعني نقد بناء، في مجال تظبط لي هيدي ولو معلش إيه. كثير كثير طيبين بهال بهالنحكي. بعدين القانون. يعني نحن للاسف بلبنان معنا إيه. ما بنعرف شو يعني هلا قانوننا نحن راكب احسن قانون بالعالم بس ما حدا بيمشي عليه ولا حدا بيستعمله ولا حدا بيفرضه أي اذا بدي ارن في كثير تعني فيها بس انا بقول اثنين آه حلوين اثنين عندهم جمال قلت اذا بدي اجمع يعني بين الشيء الحلو هون والشيء الحلو هون صح, صح يعني اذا بعت اذا بعتي العاطفه لاستراليا يعني اذا بقدر انا اخذ هالعاطفه الموجوده والعيله اذا بتحبي تبع لبنان حتى باستراليا ما بيلزمني شيء الغربة لأن... الغربة بتخليك تصير قاسي يعني بتفقد العاطفة؟ الغربة ايه, إيه نوعا ما م... مش بتفقد العاطفة مش بتفقد العاطفة بس انه بس بتحسي انه انت خاصة خاصة تركتي اهلك تركتي اخواتك مثل الشتلة اللي بتشيليها من محل وبدك تزرعيها خمس امتار بعيد عن مطرح ما كانت بتدبل يا بتموت وحده من او بتاخذ وقتها تترجع تقلع وقت صح ف يعني بعتقد العاطفة هي 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 كل شيء بالدنيا يعني برأيي أنا بتأسيكي استراليا لأنه كل واحد لحاله بالمبدأ بالشغل يعني وعندهم عندهم إذا بدك طريقة نشأ مختلفة عنا جدا يعني ما أني الشابي بس يعني 16 سنة ممكن يترك العقل مش ممكن هني بيقولوا له ترك إذا آه. خلص أنت صرت هلا تو لوك look after yourself مش كلهم أكيد بس اغلبيه بيمشوا بهالسيستم، بيح... مش بيعملوه لانه هن قاسيين، هن بيعملوه لانه بيحسوا انه اذا اذا ما عملوا هيك الصبي رح يضل متكل عليهم وما رح يصير زلمه او 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 امراه بالمجتمع ما يتحمل ما رح يتحمل مسؤوليه مسؤولي ولا يعرف الفاليو ولا حيعرف قيمه المصريات اللي عم تنصرف عليه لانه بيتعبوا بيتعبوا الأسترالي بيتعبوا, بيتعبوا حتى اللبناني اللبناني بيتعب كثير تيجني وبرضه بيرجع بيبعث المصريات اللي بيتعب فيها على لبنان لاهله تيساعدهم والله انا بتذكر مره اجى لعندي بي وامي زياره وكان الشغل كنت فاتحه محل صغير هيك اول ما نبلش وكان الساعه 2 يخلص الغداء ابعد الشغيله كنا نقعد ننظف انا بالمحل وحدي وبي يضل معي قال لي بي انا ما بفهم انت كيف تبعت مسريات ودولارك مشغول بدميتك هالتعب كله ساكت بتقدر تبعت مسريات لا يبقى تبعت لي مسريات ما بدي بقى تبعت لي ايه لانه بتعب بتتعب أه وصدقيني يعني, يعني الغربه فيها شغل الغرب فيها, فيها شغل فيها شغل بس بتعطي بتعطي طبعا أه بضل عندك هالاوكسجين يلي بتجيب تهديم من لبنان يلي هو العاطفه اخواتك كاس ويسكي عشا مع بعضنا امي اختي جمعه هالجمعه هيدي ما 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 قليله تشوفيها باستراليا للاسف خصوصا بادلايد لان ادلايد اذا بتعملي كومباريسون بين أدلايد وسدني سدني فيها, بم... فيها لبنانيه اكثر يمكن كمان بتخيل انك بلبنان يعني قد ايه تقريبا عندك احصاءات بادلايد قد ايه احصاءات م... ما لا ما, 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 ما عندي بس بعت فوق ال ألف يعني بسدني يعني كمان عدد آه، مش هين آه. ايه بس عندنا بعد لأن احنا شي 8000 لبناني كي عم نحكي لبناني م. مش عم نحكي ككل. مسيحي مارون ايه آه، فهذا هو في حركه هجره اليوم باتجاه استراليا بعد استاذ جوكرم أه ست جوزيفين الحقيقه الهجره صارت صعبه صار على استراليا كثير كثير ومشوي عم بيضايقوا يعني عم بيضايقوا ولا ظروف العمل تغيرت؟ لا ظروف العمل كثير منيحه بعد بالعكس نحن نحن وي يعني نحن شورتج عندنا شورتج كبير بالسكيل اذا بتحبي حتى هيدرسز وايترسز كل شيء ناقصنا بالسوري انتو, أنتو ايه نحن بحاجه خصوصا بعد ما صار الكوفيد 19 أوبسلي اللي صار انه وقفوا سكيل مايجريشن بسموها لانه جراء طبعا الكوفيد 19 صار عندنا نحن نقص هائل جدا بالشغله باستراليا هلا عم يرجعوا سلولي يعني شوي شوي عم يرجعوا يفوتوا بس بده يكون في سكيل مثل ما حكينا بتحكي اللغه الانجليزيه بس برضه استراليا صعبه كثير لانه نحن استراليا صحيح فيها 23 24 مليون نسمه على مساحه هائله قد البرازيل بالمساحه واكبر فشخصي ببرازيل في 260 مليون باستراليا في 24 مليون يعني بتحمل شعب كثير بس الريسورسز يعني ل ل اذا بدك ما مع ما عندنا المي اللي بدنا لازم, لازم في ما عندنا الحاجات الاساسيه لتامنوها اذا كثر عدد السكان اكزاكتلي فدائما عم يداروا كيف بده تفوت الناس مشان يعني هيك استراليا بتظل متحفظه عن الهجره تو ساتش اكستنت يعني ناشطين اللبنانيه بالخارج يعني ذكرت حضرتك كنت بالجامعه اللبنانيه إيه الثقافيه بنسمع في نوادي يعني لللبنانيه إيه بنسمع إيه. كيف بتجتمعوا مع بعضكم على اي اساس بتعملوا احتفالات إيه. وخصوصا بنلاحظ هالمساعدات اللي بتجي على لبنان إيه. يعني طبعًا. انا من خلال الجوله اللي عملناها وحكينا التقينا باهدن عرفنا انه كتار من المنتشرين هن بمولوا ترميم كنائس مثلا باهدن ايه طبعا أه على شو بتجتمعوا لتأمنوا هالمساعدات و نحن يعني كل ضيعه اذا بدك اذا بتحبي عندها جمعيه الجمعيه بتهتم بأمور الضيعه يعني في عندنا في عندنا ضيعه كثير كثير ناشطه هالجمعيات اللي باستراليا م. حتى بالبرازيل هن يكونوا صله الاتصال ما بين اثنين الضيعه والجمعيه هون الجمعية بتعمل حفلات بتحكي مع الناس بتقول شو محتاجين للضياع مثلا في ضياع حاطين طاقة شمسية كلها على حساب المنتشرين وعايشين حتى الميزوت اللي بيحطوه بالموتورات كمان على حساب وهم وهن شارين الموتورات عم, يدفع عم يدفعوا في مساهمة كبيرة كثير وللكنيسة الكنيسة كثير مهمة أنا برأيي في, في كنيسة مرمرون بأدليد بأدليد نعم كنيسة مرمرون نعم والكنيسة كثير مهمة لجمع لبنانية اللبنانية ولا طبعا للحديث معهم بكل حاجات الموجودة بلبنان يلي نحن لازم نساعد فيها احتياجاتهم اذا بدك الدواء كهرباء شو بنقدر نساعد في تنبعات لابتوبات مثل ما حكينا يعني ايش ما بدهم نحن بيساعدوا من خلال هالجمعيات والكنيسه ناشطه جدا بالموضوع حتى كنيسه بسدني يعني بدنا نوجه تحيه هون للمطران تربي كمان سار خدم عندنا مونسيون خمس سنين بالكنيسه وكان فعال أي منويل. جدا ايمانويل ايمانويل نعم فهيدي هيك بصير التواصل بين الوطن وبين المنتشرين يعني بيجتمعوا الاحد بالكنيسه يعني ايه في حفلات في طبعا في عندنا نحن مثلا بسموه سينيورز لانش يعني الكبار بالعمر ما عندنا يعني بلاد المشغولين بلد شغل استراليا السيستماتكس يعني فعلا اذا اذا الانسان بيكبر العمر بده يعمل ريتايممنت باستراليا صعب يشوف اولاده فيري هاد لانه يعني مشغولين آه. ايه بقى بالكنيسه إيه بتكون اذا بدك ملجا لهم تيجتمعوا ببعضهم يتذكروا يعني بس اكيد السينيورز يعني فوق ال 70 75 70 بيعملوا لانش ايفري Thursday آه في عندنا قداسات يوميه طبعا والاحد آه كمان وايه بيجتمعوا على طول بيجتمعوا على طول حتى من خلال الجمعيات كمان في عندنا جمعيات للضياع أه بيجتمعوا مع بعض من غير الكنيسه which is very important كثير شو صار. سر المساعدات ومساعده لبنان؟ يعني كثره هالمساعدات ومثل ما قلت يعني لولا الانتشار أه يمكن كي. في ناس قاعده على العتم، يمكن في صحيح. ناس قاعده بلا مدارس صحيح. بلا تجهيزات صحيح. ليه؟ ليه المنتشر هالقد مع انه في كتير رحلوا مصاري بالمصاري وجمعوا وحضرتك ذكرت الوالد قد شعر معك قد بتتعبوا لتقدروا يعني مش على السهل المنتشر قاعد وعم وع بي بيوصل سهل. اموال على جيبته هيدي هيدي شو اللي بخليكم تتحركوا تجاه بلداتكم هذا هذا الاساس يعني هيدي جذور اذا بدك تسميها يعني ما فيك تطلعي منها هلا اذا بتشيل الشجره عن جذورها بتموت نحن هذه الحياه بالنسبه لنا هو هذا العطاء يعني هذا العطاء بالنسبه للبنان على محبتنا على جذورنا ولا اهلنا ولا ما فينا في شي شيء شيء فينا حتى انا وصلت لوقت بالنسبه لبعض الاشخاص في بسميه سيندروم اهدن انا سيندروم اهدن يعني في شيء ما مرض <تصفيق> <تصفيق> في مرض غرام بيهدن يعني بتلاقى بشباب اصحابي كثير هيك يعني بنشوف مين بيحب هدن اكثر <applause> عرفتي كيف؟ فهيدي المحبه موجوده بك... هي بتدفعكم تكونوا طبعا الى جانب الى جانب اخواتكم واهلكم ما فينا نتركهم ابدا صدقني لو لو ما هيك الانتشار مش بس كان وضعنا وضع اللبنانيه اللي هون أكيد. أسوأ بكثير بكثير انا بقول لك آه يعني المثابرة بالحياه بلبنان كان مصدرها الاساسي للانتشار ما بحلك لك شيء يعني في عندك 7 بليون دولار بالسنه بس تحويلات للبنان للمنتشرين وكل بيت صار فيه منتشر وكل بيت ما هو لبنان مقلع ما مقلع ما <applause> بي... عم بيصدر لبنان عم لبنى. بيصدر الأفك... المهندسين والاطباء وال... والفكر عم نبني عم نبني الاوطان الاخرى عم نبني فعلا. الاوطان الاخرى ما شيء مش عيب مش عيب كلنا عامنا... عملنا نحن بتشجع بلد... بتشجع الشباب اليوم انا ماني عم قلت نشجع على الهجره نعم. ولكن انه يخوضوا هالتجربه استاذ جو كرم تجربة يعني الانفتاح السفر شغل جديد بالخارج دراسة بالخارج مثلا أنا بشجع بشجع أكيد أنا مرأت فيها يعني بس أنا بقول لك ما... م... اللي بيروح بيقولوا ما بيرجع بيقولوا هيك أنا ما ما بآمن بهالمعادلة يعني راجع <applause> بين هون وهونيك أنا بين هون وهونيك هلا صار لي أنا تقريباً شي 10 سنين بصراحة بين هون وهونيك وبشجعهم أه وبقول أه في افق برا للاسف أه ما في افق بلبنان أه بس بيتعلموا وبيقدروا يوصلوا لمواصيل مهمه وبيقدروا يساعدوا وب... لبنان بالنهايه مش بلد استيطان لبنان بعتقد هو ثاني او ثالث دوله بالعالم بعدد سكان بروبوشنلي على مساحه الارض اللي عنده يمكن ثاني اليوم بالعالم ما في لبنان مانو بلد استيطان، تقدري تستوطني فيه يعني انت، ما اسم الله مقلع بيصدر وكلها فكر وكل الحمد لله بتروح لبرا بتشوفي حالك فيهم، يعني ما فيك تشوفي لبناني منو ناجح هناك، قليل كتير كتير, كتير. الا اللي ما بده. شو سر؟ حكينا انه اللغات وهيك، شو سر هالنجاح البارع؟ الامن وال... والاستقرار اللي بينعطى وال... انا بقول انا بقول السر الاساسي هو اذا بدك بده يكون فخور بحاله اللبناني، بده ينجح اه بده يبيع هيز هنغري تو سكسيد، جوعان تي تييرجي هو شو بيقدر يعمل. والانسان اللي بيبقى جوعان بده ياكل يعني ايز غانا دو وات ايفر ات كان مشان يقدر انه ينجح فهني مثل ما انا طلعت انا كان همي بدي خلي بي يعرف نحن تسعه ما تنسى اسم الله اسم بدي بي يعرف اني انا صرت زلمي انا صرت زلمي بقدر على لحالي وبقدر ساعده هذا was all ماي ماي ما بدي الا هو يعرف انه انا صرت رجال شفتي كيف؟ ولا لانه برا بتقدري عندك افق ما بتستحي من الشغل هون ما فيني اشتغل هيك ومليان يعني اعمل هيك انا انا يعني تعذبت من وقتها اشتغلت كل شيء يعني لو وصلت عندك ايه اكيد. مؤسساتك الخاصه اكيد 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 بعدين وقت فتحنا محل هون بأهدن نحن حاولنا نوظف بس من المنطقه ومن صغرتها وعملت لهم بشرفي مسج للزبونات على المنيو يعني بس توصلي بتفتحي المنيو اول صفحه بدك تقري المسج مجبوره ما فيك تفتحي المنيو اذا ما قريتيها المسج كانت انه نحن موظفين ناس ما عندهم خبره بس هول اولادنا او اولادكم ما بعرف اولاد منطقتنا اولاد منطقتنا بليز ما تكونوا قاسيين معهم كونوا بايشن لانه نحن عم نعلمهم يعرفوا الفاليو تبع الشغل يكونوا سيلف ريسبونسبل يتعلموا مسؤوليه الحياه ساعدونا بليز اذا إيه سمحتوا هيدي المسج كانت هون تعلمتها هيدي من برا انا احترام الانسان تحترم الانسان يعني... الانسان اذا اشتغل ما يستحي يقول انا عم بشتغل بمحل مثلا مظبوط. لا ما بنشتغل بشتغل انا عم ساعدهم يشوفوا شويه افق حاليا تا مشان يضلوا بالبلد. بقى ما بعرف ليك الطلعه منيحه والقعده هون اذا اشتغلوا امنا لهم الامان والسياسيين تبعنا المعنيين يتفضلوا شوي معلش يفكروا بهالاولاد لانه هن اولادهم من اولادنا ما اولادهم حيربوا هون عم بعرف انه في ناس عم يبعتمون لبرا ويربوا برا بس مش كل انسان قادر يعمل هيك معلش يساهموا عنا شوي ويعطون شوية دعم ويعطون استقرار بهالبلد ما زال فتحت سيرة السياسيين من وين بيبدا التغيير بلبنان برايك؟ التغيير انا برايي بيبدا بالقانون تطبيق القانون لانه نحن استراليا انا ما كنت هيك ما كنت. انا ما حا... ما حا... خبي هالموضوع انا كنت بجيل حرب طلعت من هون ورحت على البرازيل أسترالي. بعدين استراليا بس القانون يلي هو فوق الجميع ما فيك تروحي يعني عند هذا ولا زعيم ولا ما بعرف شو خلصني اذا بتريد في مجال تحل لي اياها ما حدا بيحل لحدا هنيك هنيك مره وزير اخذ انهدى هديو أنينت وين وما صرح انه هذا زلمي هدي أنين وين حق استقال استقال راح ما في في قانون انا بتمنى نوصل لوقت انه هالقانون يكون ساري على الجميع ويكون فوق كل الطوائف، نحن عندنا طوائف اكثر ما عندنا بلبنان هو. هون، هون عندنا 18 19 طائفه بضلوا يقولوا لنا عنهم، اي باستراليا في اكثر من 100 160 طائفه وكله ماشي وكله ماشي <applause> القانون فوق الكل، تعلمنا الديسبلين، تعلمنا الانضباط، تعلمنا نحترم القانون، تعلمنا نوقف بالصف، تعلمنا وهيدي آه شيء آه بتمنى انه يوصل وقت حتى مرة من المرات فكرت انه النجاح تبع لبنان هو نبعث كل الشعب اللبناني الموجود هون على استراليا ونرجع نرد ونجيب ونجيب لبنانية من هونيك عقدهم حتى هون انا بقول هذا حل يعني تعمل لهم تدريب بدنا نقول ايه اكيد, أكيد. تدريب كيف يحترموا القانون بس كذلك. بدنا نبلش من الراس الهرم بالاول معاي. او او الشعب يعرف ينتخب نحن قلنا كلهم يعني كلهم <إيه> الشعب يعرف ينتخب يمكن صحيح. كمان صحيح ايه نحن بدنا الكل يروحوا صحيح شو خسرت وشو ربحت استاذ جو كرم قبل ما يغدرنا الوقت صحيح انا <applause> سابقا كان شويه حكي انا خسرته قلت لك الحنين لاهلي والعيش مع اخواتي هالمده الزمنيه 43 سنه مش هينه بس كنت اتردد على طول يعني انا تألق شو انا وقت تركت لبنان عملت عهد على حالي انه ما انا بدي است... بدي ريتايد است... بدي التقاعد التقاعد بدي اتقاعد بلبنان فجيت جيت بدي اتقاعد وما بدي غير رايي عن الموضوع، فحبيت انه اجي اتقاعد بهالضيعه اللي انا بحبها كثير، يلي هي شدتني للتقاعد هون يعني. هلا اللي خسرته اكيد هالمده اللي ما شفنا فيها اخواتي واهلي وهيدي بزعل عليها كثير، بس بالمقابل ربحت كثير ربحت كثير شو ربحت؟ اللي ربحته اني ربحت اولادي خلقوا باستراليا ربحت امان أم بيس اوف مايند يعني ربحت اني انا ومرتي ماري كلود بوجه تحيه كمان اكيد الله يقويها هي ساعدتني كثير بحياتي بالغربه واشتغلت معي أم وكانت ام لثلاث اولاد وكانت تشتغل بذات الوقت ام لبنانيه ام لبنانيه نعم ف هذا بعدين ربحنا انه قدرنا ساعدنا اهلنا نحن هونيك كتير مهم لأهل. سند كنتوا كنتو السند, السند كنا الاساسي إيه نعم. إيه نعم. شو كلمتك اليوم للاهل بالوطن الام وللمنتشرين؟ للاهل بالوطن الام كلمتي بحبن كتير وهني مصدر حياتي صراحه وبتمنى لهم التوفيق وان شاء الله الله بيفرج عليهم هالوطن هيك يفرجها ربنا عليه هيدا بالنسبة للأهل هون بالنسبة لأستراليا بغي يعني ولادي كتير بتأثر لأنه ما بقدر أشوفهم all the بس أني بمحل مرتاحين مرتاحين نشكر الله ما منين مبسوط أنا فين انه مأمنين ما في حدا بيزعجهم شغل كثير منيح كتر خير الله ماشي الحال هلا وعدينا بدهم يجوا على ايب مشان بطركنا الكبير الفريد من و... ومن هون بنوجه دعوه للمنتشرين كلهم يجوا نعم اكيد بنوجه دعوه على التطويب نشي. ايه على التطويب البطرك لانه حدث كبير كثير هذا بالنسبه لنا يعني كتر خير الله بس ربنا ما في اكرم منه ما في حدا اكرم من ربنا صحيح. اهلا وسهلا فيك استاذ جو كرم لهون اصدقائي المشاهدين والمستمعين تنتهي حلقه حكايه الانتشار الموعد الاسبوع المقبل بحكايه تميز جديده بالخارج <applause>